السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بقى جاي أقول لكم هنعمل إيه بالبيض. طبعا شفتوا معايا الفيديو اللي كنا جامعين فيه البيض وكده، فحبيت إن أنا النهاردة أقول لكم هنعمل بو إيه. وعايزة أقول لكم برضو إذا كان الفراخ بتكسب ولا لأ، طبعا عشان الناس اللي كانت بتقول لي يا شيماء، وأنا لو جبت فراخ وعملتهم إنتاج للبيض هينفع ولا لأ كمشروع؟ النهارده هتشوف الفيديو معايا وبسم الله ما شاء الله انت هتحكموا بنفسكم اذا كان المشروع دوت هيبقى مشروع مربح بالنسبه لكم ولا لا. هو ممكن عند اي حد تاني هيبقى مربح، ممكن عند ناس تانيه برضو، يعني على حسب. ممكن انت ممكن تربح منه وممكن في ناس ما تقدرش ان هي تستغله صح، بس انت هتشوف الفيديو النهارده معايا وهتقدروا بقى يعني تحكموا بنفسكم اذا كنتوا مثلا تستغلوا المشروع صح وتعملوا كمشروع ولا لا. يلا كده يا جماعه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو ويلا بينا نشوف البيض كده مع بعض وباذن الله هقول لكم هنعمل بالبيض ايه. طبعا في ناس كتير بتسال انت هتشغل فقاسه ولا لا، كل الحاجات دي ان شاء الله انت هتشوفها النهارده معايا في الفيديو. يلا بينا كده نشوف زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا انا بجمع البيض وانتم طبعا شفتوه معايا في الفيديو اللي فات، ده كل البيض اللي احنا لمناه. كنت في اخر الفيديو قلت لكم يا جماعه ان شاء الله هقول لكم انا هعمل ايه بالبيض دوت، بس خفت الفيديو هيطول عليكم كده فقلت هعمل لكم ان شاء الله الفيديو بو كده، فعلشان اشرح لكم بكل امانه بكل صراحه انا هعمل ايه بالبيض ده. طبعا زي ما انتم شايفين لسه في فراخ مبشره وفي بيض صغير وفي بيض كبير، لان طبعا كانوا ما شاء الله دفعتين كانوا جايين ورا بعض، دفعتين الفراخ اللي انتم شايفينها ديت ده كانوا جايين ورا بعض، وباذن الله الدفعه الثالثه اللي هي البرابر اللي انتم شايفينها قدامكم الساسو ديت، اللي هي مش ساسو اصلا يا جماعه، بس معلش انا لما بتكلم بقول الساسو، بس هي مش ساسو، هي جيل تاني، يعني بتبقى الدرجة اللي بتبقى بعد الساسو بشوية. فهي ان شاء الله دي برضو انا سايباها للبيض. ده بتبقى طبعا بيضها مختلف عن البلدي خالص، لان البيض بتاعها بسم الله ما شاء الله بيبقى كبير، فان شاء الله ده هتبقى دفعة تالتة برضو هسيبها للبيض. فكل اللي انت شايفينه معايا دوت ده فعلا البيض دوت ده ما شاء الله كان بتاع 3 ايام اللي انت شايفينه دوت. وكمان يعني هعمل لكم فيديو تاني باذن الله هتشوفوا بقى يعني ما شاء الله كمية انتاج بيض رهيبة. يمكن البيض اللي انا هوريه لكم دوت ده كان تايه خالص عن بالي، فانا ما حبيتش ان انا اعمل فيه اي حاجة خالص الا ما اجمعه برضو معاكم. كان الفراخ عاملين عشش كده ما شاء الله، يعني كانوا متوهين خالص خالص، فاتفاجئت لما انا شفت المنظر دوت. وباذن الله انت هتشوفوه معايا هعمل لكم فيديو بكل حاجة. نخلص بقى تجميع البيض وانتوا هتشوفوا بقى كل حاجة معايا، وبعد كده هقول لكم احنا هنعمل ايه بالبيض ده. ده طبعا يا جماعه المكان اللي انتوا شايفينه دوت ده طبعا كان من ضمن الاماكن اللي كانت متوهه الفراخ متوهه فيه اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا يلا شوفوا اقول لكم انا هعمل ايه بالبيض. طبعا يا جماعه بقى زي ما صورت لكم الفيديو اللي فات وشفتوا معايا واحنا بنجمع البيض، انا جبت البيض دلوقتي بقى ومعايا الكارتين زي ما انتوا شايفين اهوت. طبعا انا خدت كميه لان طبعا ما شاء الله كان الجردل ده كان مطرطر كده، فانا خدت شويه قلت اعينه هنا للبيت يعني لو احتاجناه ولا حاجه. بقى الكميه اللي شايفينها دي بقى هقول لكم هنعمل فيها ايه. بصوا انا جايبه الكراتين اهيت بتاع الكراتين بتاعه البيض، وهنعبي البيض ده كله بقى فيها زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده اهو. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله البيضه الحلوه اللي جايه فلته فيهم ديت. ده طبعا بتاع الفرخه المهجنه اللي هي المرقبين الكبيره المهجنه دي، عشان تعرفوا الفراخ المهجنه يا جماعه بسم الله ما شاء الله بيبقى البيض بتاعها كلته بيبقى زايده كده. الدفعه اللي هي السيسو اللي عندي ديت اللي انتوا شفتها معايا اللي انا كنت بربها معاكم دي، ده ان شاء الله هيبقى بيضها كلته كده. طبعا في لسه بيض صغير اهوت، ده بتاع الفراخ اللي هي لسه مبشره. انتوا طبعا مستنيين بقى اقول لكم البيض ده انا هعمل فيه ايه. البيض ده يا جماعه مش هينفع يتحط في الفقاسه دلوقتي، يا اما ممكن انا انقي كل الكبير، هنقي كل الكبير واحطه في الفقاسه، بس زي ما انتم شايفين معظمه يعني مش كبير قوي. اللي لو انا حطيته في الفقاسه البيض بتاعه او الفرخ بتاعه هيبقى صغير، يعني هيبقى صغير بتاع بالكده. الكرتونتين دول يا جماعه اللي انتم شايفينهم اللي انا ان شاء الله هعبيهم ده هما، ده هيتباع. البيض اللي انتم شايفينه معايا ده ان شاء الله انا هبيعه. ليه بقى هبيعه؟ طبعا انا عينت كميه للبيت، يعني ما اقدرش ان انا اسيب البيت من غير بيض برده، لا سبته للبيت كميه
الكمية المتبقية مني زي ما انتوا شايفين كده، ده ان شاء الله هبيعها علشان تصرف على الطيور، يبقى الطيور بتصرف على نفسها. تمام، انا اتعمدت ان انا اعمل معاكم الفيديو ده النهاردة علشان تشوفوا برضو معايا ان الطيور بتصرف على نفسها. البدل اللي انتوا شايفينه البلدي دوت، ده طبعا بتباع البدل 2.5 جنيه، لو انتوا بعتوا جملة ولا حاجة ممكن تبيعها مثلا في جملتها ولا حاجة 2 جنيه. لو انت مثلا عندك 60 بيضة ولا حاجة في 2 جنيه في كرتونتين، طبعا انتوا عارفين ان الكرتونه بتاخد 30 بيضة، وانا هعبي قدامكم الوقت لان وانا بجمعه امبارح ما عدتوش بصراحه والله يا جماعه، بس هو كان ما شاء الله كان العدد كان كبير جدا، فانت هتشوفوا دلوقتي معايا وانا بعمله. حتى لو انا مليت الكرتونتين دولت ياخدوا 60 بيضة، لو انا بس بعت الكرتون ده في الجمله، البيض ده في الجمله، على الاقل الكرتونتين دول ب 120 جنيه. 120 جنيه لما تبيع مثلا كل يومين كرتونتين زي دولت، ده يعتبر ما شاء الله احسن مكسب ممكن تعمليه. ده بقى عشان الناس اللي كانت بتقول لهم مش انا لو انا عملت مشروع الفراخ البلد دوت وعملت مشروع البيض اكسب منه ولا لا، انا يعني عملته قدامكم اهو اللي انتوا شايفينه دوت اهو. طبعا يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده، زي ما بقول لكم باذن الله، ده يعني في محل هنا جارنا ولا حاجه، اي محل ممكن ياخده منكم يعني. فزي ما انتوا شايفين بدل ما اسيبه وطبعا طلع الصفو كده، ممكن اسيبه يبوظ عندي او يسرد عندي ولا حاجه، لا انا هستفاد منه لان انا مش حابه ان انا اشغل في اسد دلوقتي. عندي ما اجي اشغلها ان شاء الله هيبقى عندي البيض جاهز، مش هغرم اي حاجه، وباذن الله عندي ما اجي اشغلها برده هعمل فيديو معاكم وهتشوفوه كل الكلام ده باذن الله هتشوفوه معايا. ده كده خلصنا الكميه اللي انا عندها للبيت اهو، الكميه اللي انا عندها للبيت ده كانت ممكن هي تملى الطبق ده كله، بس طبعا انا مش هقدر ان انا اسيب البيت عندي من غير، انا متعوده كده يا جماعه ان انا ما اسيبش البيت عندي فاضي، لازم يكون فيه كل حاجه، لازم يكون فيه الخزين يعني من مجموع. العدد ده طالما هي ما كملتش الكرتونه هسيب العدد ده بقى مع البيض اللي انا مبقياه، وكفايه قوي الكرتونتين اللي شايفينهم دول، دول يعتبر 60 بيضة 120 جنيه زي ما قلت لكم في الجمله. انما طبعا لو اتباع فرضنا كده البيضه بتتباع ب2.5 جنيه، وده احسن مكسب ممكن تعمليه واحسن مشروع ممكن ان انت تعمليه. تمام، فلو كنت انا بقى كملت كان هيبقى بسم الله ما شاء الله هيجي 3 كراتين، ممكن تجيب لهم العدد بتاعهم ويصرفوا على نفسهم من غير ما يكلفوك اي حاجه، وده يعتبر مشروع كويس جدا. طبعا زي ما بقول يعني هما ممكن يصرفوا على نفسهم ويصرفوا على البيت كمان، لو انت مثلا عايزه تصرف على اي، تصرف على اولادك، تصرف على دروس، تصرف على اي حاجه برضه هيبقى كويس جدا. طبعا الفراخ يا جماعه ممكن في ناس هتقول طب ما الفراخ بتاكل كتير والفراخ بتاكل قد كده وتصرف قد كده، الفراخ عندي ما بتيجي تبيض ما بتكلفيش اي حاجه، ممكن اي شويه بواقي من البيت بتضحك عليهم بهم، هترمهم لهم، هتقطع لهم شويه عيش، هترمي لهم شويه دش، شويه برسيم زي ما وراكم الفيديو بتاع امبارح. طبعا البرسيم من الحاجات الكويسه جدا اللي بتزود عندك انتاج البيض، فطبعا داخل علينا صيف يعني انت تقدر دلوقتي صيف يعني تقدر ممكن تفطرهم برسيم، تقدر تغدي برسيم، تقدر تعشي برسيم، البرسيم من الحاجات الكويسه جدا اللي بتزود معاك انتاج البيض، يعني يعتبر علفه ببلاش. حتى لو انت هتشتريهم ب5 جنيه كل يوم ولا حاجه برسيم هيكفوهم يعني ما شاء الله طول اليوم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، متنسوش تحطوا لايك.